بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عشاق ومحبي البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2017-2018 عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية هي إما وأجواء صعبة جدا هنا في هذا اللقاء اللقاء المؤجل نظرا للقاء اللي جمع بين الفريقين منذ أيام قليلة يوم الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة حيث توج فريق نادي مانشستر سيتي بلقبه الأول مع جوارديولا بعد الفوز على نادي الأرسنال بلعب أمام الكبار هذه أمام أوباميانج لكن يطلع على طول إيدرسون يطلع على طول هو تمندي كرة ترجع على طول أرون رمزي يلعب كرة بينية فرصة لكن يطلع إيدرسون ردة الفعل الإيجابية الروح والقوة واختريان اللاعب القادم من نادي مانشستر يونايتد رمزي والنيران الصديقة هنا من كومباني ولكن يتألق إيدرسون هجمة حلوة كرة هذه الانطلاقة ومعمولة حلوة قوي من جانب اللاعب أرون الحارس إيدرسون البرازيلي يتألق هجمة وانطلاقة من جانب كونيكويرو الزاوية وحسابات ولكن أرض الواقع والمباراة واستلام مختريان والهدف الأول هنا ضيع مختريان أمامنا في تسديدة وفي انطلاقة وفي محاولة يفتح اللعب يا ولد على الاستلام والمهارة والتعدية يا ولد يا برناردو سيلفا يا لعيب يا لعيب شوف أمامنا لسه بنتكلم على السرعة والمساحات الراجل بيثبت كولاسي ناتشي اللاعب المدافع البوسني القادم من نادي شالكة اللي بيعوض غياب بورريال وكرة ملعوبة لسه بنتكلم عن 200 مباراة كلين شيت ولكن هنا برناردو سيلفا في اللقطة الماضية البرتماني جوندوجان لكن مقطوعة أوباميانج إلى أوزيل أدي السرعة والباك والإعاقة هنا من أوتمندي والقرار من حكم اللقاء أندري مارينا وإنذار هنا للاعب بعد ما كان ممكن يصل لرقم 200 والتسديدة من شاكا لكن إيدرسون كرة هنا من جانب اللاعب شاكا دانيلو وتغطية دفاعية تعود لبنانين ممكن التعادل لكن ضاعت الفرصة ضاعت الكرة من أرن رمزي ضاعت من الموهوب من المبدع الويلزي صاحب الستة أهداف في الدوري اللاعب فوز أمامنا الكرة الخطيرة الهدف الثاني كان من جانب أجويرو لكن يبدو في راية وبيعدي من مصطفي كون أجويرو يا ولد يا سيلفا يا ولد هذه هي كرة جوارديولا هذا هو السهل الممتنع هذا هو الإبداع وسيلفا هنا في هذه اللقطة ثاني لأجويرو أجويرو يمرر وسيلفا يتلاعب وسيلفا يسجل والسيناريو يتكرر وكأننا بنكرر نفس سيناريو هو كرة إلى اللاعب دي بروين والتمرير والمساحات واللعب على كيف هنا أمامنا بقى كرة تكافئ اللاعب ساني في هذه اللقطة ووكر يلعب كرة بشكل رائع أين دفاع الأرسنال أين أرسن فينجر تزداد الأمور تعقيدا تزداد صعوبة جماهير الأرسنال لا تصدق ثلاثة في النهاية في 90 دقيقة الأمور حتى الآن في هذه المباراة طبعا ثلاثة لا شيء تتصعب المهمة والأمور تزداد يعني صعوبة ثم بعد ذلك أمامنا هنا بنشوف ردة الفعل ورمزي يطالب بركلة الجزاء في اللقطة الماضية هذه رمزي مع دانيلو ثم الهدف الثالث طبعا لساني محفا في هذه المباراة وبص شوف دي بروين والرابع لكن يضيع الهداف يعني التاريخي لنادي مانشستر سيتي في هذه اللقطة نادي مانشستر سيتي هم الاساتذه هم رمزي ومرر وادي واحده أوباميانج اوزيل لكن شوف الفارق حتى الان المدفعجيه غير فعالين وتسديده من شاكا لكن سهله في ايد حارس المرمى امامنا هنا وتحصل على باقه كاس العالم مجانا ان شاء الله في 2018 هو زمن مانشستر سيتي ومحاوله من جانب بيلرين كره في اتجاه امامنا سقوط مختريان ركله جزاء شوف امامنا لاول مره بيتواجد هنا اربع لاعبين في يسار حارس المرمى أوباميانج والتوقع روعة إيدرسون أمامنا هنا الحارس القادم من نادي بنفيكا البرازيلي في هذه اللقطة الرائعة في أول لقاء بأربعة مقابل لاشيو بيتر شيك هيعمل كارثة بيتر شيك متتالية يسجل في مرمى الأرسنال أهداف وإيدرسون يطلع في حين نادي مانشستر سيتي الأكثر الآن نتيجة عريضة ويعني نتيجة صعبة جدا واحدة من أوباميانج ولكن إلى خارج الملعب أوباميانج يضيع أمامنا هو في هذه اللقطة ضيع ركلة جزاء وضيع هدف يعني لعبوا 12 مباراة منذ بدء العام
فازوا في سينجر امامنا هنا انطلاقه من جانب كونيغويرو كونيغويرو وحاوله المرور مانشستر سيتي منهم مره واحده في هذا الملعب ادي امامنا كونيغويرو هل يصعب الامور هل يسجل الرابع هل يعادل الرقم القياسي 4 على شيء اللي سجل في عام 1913